السلطات تفتح تحقيق بعد مشاهد ضرب شاب من قبل شرطة فيينا. مداهمات في جميع أنحاء النمسا تستهدف المشهد اليميني المتطرف. فان دا بيلن يدعو إلى التضامن ورفض الكراهية في يوم أوروبا. نقابة العمل تكشف عن شركة تستغل طالبي اللجوء العراقيين. النمسا تتأخر في سرعة الإنترنت مقارنة بمحيطها الأوروبي. شركة السكك الحديدية النمساوية OBB تعلن زيادة أسعار تذاكرها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة عبر النمسا ميديا. وفي خبرنا الأول، أثار مقطع فيديو يوضح حالة عنف من قبل ضباط الشرطة في فيينا أثار الجدل بسبب مشاهد صادمة. وتم تسجيل المقطع يوم الأحد أثناء تصوير جريمة قتل في سيمارينغ بفيينا من قناة بلوسفير المحلية، حيث تعرض الشاب لضرب رأسه عدة مرات بالأرض من ضابط شرطة، وتم اعتقاله مؤقتا بتهمة مقاومة الدولة وتسببه في إصابات خطيرة. وأعلنت السلطات النمساوية عن فتح تحقيق شامل في الحادثة للتحقق من تصرفات الضباط المعنيين وتقييم سلوكهم. قام ضباط أمن الدولة يوم الخميس الماضي بمداهمات واسعة في جميع أنحاء النمسا لمواجهة المشهد اليميني المتطرف. وتم تفتيش المنازل في العملية التي استهدفت 10 أشخاص متهمون بنشر دعاية نازية محظورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر خطاب الكراهية. وقد تم مصادرة أسلحة ورموز نازية، وتمت العمليات بدعم من وحدات مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية. وفي ذات السياق اعتقل رجل بتهمة التآمر في هجمات إرهابية ذات بعد إسلاموي. Staatsfeindliche Verbindungen und Kriegsverbrechen, islamistischer Extremismus und Terrorismus, Spionageabwehr und Cybersicherheit. أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دا بيلن على أهمية يوم أوروبا في تعزيز الحرية والديمقراطية ورفض العنصرية والكراهية. وألقى الرئيس خطابه أمام حشود كبيرة في ميدان الأبطال بوسط فيينا للاحتفال بالذكرى 78 لنهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية، وشدد على أهمية تذكر ضحايا الحرب والتضامن معهم وتكريم الناجين والالتزام بالدفاع عن الديمقراطية الأوروبية لتعزيز المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية الحالية. Ich weiß das noch gut. Fand hier alljährlich an diesem Tag ein sogenanntes Totengedenken rechter Burschenschaften statt. Unter dem Vorwand aller Opfer des Weltkriegs zu gedenken, wurde einem Weltbild gehuldigt, das autoritär, führerbezogen, illiberal und antidemokratisch ist. كشفت كل من نقابة وغرفة العمل عن انتهاكات خطيرة تعرض لها عمال مهاجرين معظمهم من طالبي اللجوء العراقيين.
وبدأ التحقيق مع ألماني وآخر نمساوي قام من خلال شركة SHG بتوظيف أكثر من 200 موظف من دول ثالثة لسنوات عديدة بالتعاون مع شركات معروفة مثل برجر كينج، IQ، أوتو هوف ومحطات وقود، وكانوا يعملون كعمال مؤقتين بظروف استغلالية. وقد بدأت إجراءات قانونية في محكمة النمسا العليا ضد الشركة التي أعلنت إفلاسها مؤخراً. أظهرت نتائج اختبار سرعة الإنترنت في العالم أن النمسا تعاني من تأخر في سرعة الاتصال مقارنة بالدول الأوروبية والعالمية الأخرى. وحلت النمسا في المرتبة 56 عالمياً في قائمة سرعة الإنترنت الثابتة متباطئة أمام دول مثل إسبانيا والمجر. أما بالنسبة للإنترنت عبر الهاتف فقد حلت النمسا في المرتبة 21، فيما سجلت سنغافورة أعلى سرعة تنزيل في العالم. ويتم قياس سرعة الإنترنت باستخدام عينات من مدينتين رئيسيتين في كل بلد ومقارنتها بالبيانات العالمية الأخرى. أعلنت شركة السكك الحديدية النمساوية الفيدرالية OBB عن رفع أسعار التذاكر في يونيو المقبل، وأوضحت أنها ستزيد أسعار تذاكر الدرجتين الأولى والثانية بنسبة 5.8%، حيث يتم تطبيق نظام تسعير ديناميكي يجعل التذاكر أرخص كلما تم شراؤها مبكراً. ومن المتوقع تعديل الأسعار في صيف 2024 مرة أخرى، وتعتبر هذه الزيادة استجابة للضغط على التكاليف المرتفعة وتظل أقل من معدل التضخم الحالي وفقاً لOBB. كان الله في عوننا جميعا مع ارتفاع أسعار كل شيء حولنا. نهاية النشرة قدمتها لحضراتكم من النمسا ميديا، كنت معكم أنا هيفاء، انتظروني في نشرات لاحقة. إلى ذلك الحين أجمل تحية وإلى اللقاء.